الست المصرية عظيمة، كريمة، قوية، عندها إرادة من حديد. احنا لازم كلنا نعترف بكده. مساء الخير، مساء الجمال، مساء السعادة، مساء الأمل، مساء الكفاح اللي دايما أساس كل نجاح وعنوانه كمان. في بداية الحلقة أحب أقول لكم إن حلقتنا النهاردة نسائية، بس الرجالة ما يزعلوش علشان هم دايما بيبقوا ورانا. يعني أي ست ناجحة وراها راجل، وبرضو أي برضو راجل ناجح برضو ورا ست. في بداية الحلقة كده أحب أرحب بضيوفي، الأستاذة ميرفت عبد الظاهر، شرفتيني ونورتيني في الحياة كفاح النهاردة. الأستاذة شيماء عبد السلام، شرفتيني في الحياة كفاح النهاردة ونورتيني. الجميلة بقى أستاذة غادة رجب، شرفتيني ونورتيني في الحياة كفاح النهاردة. أبدأ كده في الأول مع أستاذة ميرفت. عرفيني بنفسك أكتر. أنا اسمي ميرفت عبد الظاهر عبد اللطيف، قرية ميت رهينة، مركز البدرشين، ومقيمة حاليا في أكتوبر. تمام. حضرتك رئيس مجلس إدارة حضانة الإيمان. أيوة. فكرة مش هتكلم فكرة الحضانة الأول قبل ما تعرفيني حضرتك. احنا بنتقابل الهوا، حضرتك قلتي لي ان انت كملتي دراسه بعد ما اتجوزتي وخلفتي 5 ولاد، بسم الله ما شاء الله الاول. بس انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. يعني انا بعد مثلا ما خدت ثانويه عامه واتجوزت وخلفت، ايه اللي خلاني بقى اروح؟ لان انا عايزه ادرس وكمان اخد كمان مؤهل عالي وابقى كده من سيئات المجتمع. ايوه، هو في الحقيقه يعني انا اتجوزت ما كنتش لسه اخدت كمان الثانويه العامه. تمام. يعني اتخطبت، يعني كان عندي 17 سنه واخدت الثانويه العامه بعد الزواج على طول. بس كان حصل بقى، كنت حامل في ابني الكبير وامتحنت الثانويه وولدت بعد الامتحانات كمان باسبوعين. فيعني خدت الثانويه العامه كمان في ظروف كانت صعبه جدا، بس الحمد لله ربنا وفقني. تمام. وبعد كده؟ بعد كده يعني ايه بقى، طبعا كان معايا كده مولود، فيعني قلت بقى ايه، عايز مراعاه. فاستنيت شوية، بصيت بقى لقيت جبت طفل من ورا طفل ما شاء الله، يعني جبت الأولاد. ربنا يخلي. الله يبارك فيك. يعني جت لي فترة كده ما كنتش قادرة ايه، يعني أنا من النوع اللي أنا ما بحبش أقعد في البيت. فقلت بقى ايه، يعني طالما أنا أخدت الثانوية العامة خلاص، ما قدمتش بقى لسه في الجامعة ولا حاجة. رحت يعني جات لي فكرة إني أنا أشتغل. فطبعا مش هقدم في أي مصلحة حكومية بالثانوية العامة، ما كانش هينفع. تمام. يعني جات لي فكره ان انا افتح حضانه في بيت والدي، كان عندنا شقه كبيره كده، ففتحتها يعني حضانه بقى في البدرشين. البدرشين دي كانت اول حضانه بقى. والجدير بالذكر ان انا اصلا ما كنتش لا اشتغلت في حضانه ولا كان عندي خبره في المجال ده. فمن هنا اكتسبت كل الخبره من الحضانه اللي هي الاولانيه دي اللي انا فتحتها. تمام. تمام. بعد كده يعني توالت بقى السنوات، وحبيت بقى اعمل ترخيص للحضانه. جات لي فكره ان انا بقى الدراسه نفسها، يعني جيت افتح الحضانه اللي هو زوجي بقى بنى. حضرتك خدتي المؤهل الاول، مؤهل الدراسه بتاعك انا خدت الاول بقى الثانويه العامه، فتحت الحضانه. وبعدين فتحتي الحضانه. فتحت الحضانه الاولى، كان معايا كان معايا 4 ولاد. بسم الله ما شاء الله. لسه ما كانش فتحت بقى الحضانة التانية، كان زوجي بنى الفيلا على المريوتية، فخدت الجزء الأرضي فتحتها، دي الحضانة رقم 2. يعني فكرت انك تشتغلي من قبل ما تكملي كمان دراسة؟ ايوه بالظبط. وكملتي الدراسة وحضرتك زوجة وأم وبتشتغلي. ما انا هجيلك. بسم الله ما شاء الله عليك. يا حبيبتي. جيت بقى افتح، انا طبعا عايزة امشي قانوني بقى. طيب. جيت ارخص الحضانة اللي هي التانية اللي هي في الفيلا عندنا. رحت الشؤون الاجتماعية، قالوا لي ان لازم يعني علشان اطلع الترخيص لازم يكون معايا مؤهل عالي. تمام. بعد كده طبعا معايا مؤهل عالي، دي انا معايا ثانوية عامة، مش هقول لحد ان انا اطلع الترخيص باسمه. فجت لي فكرة ان انا بقى ادرس في الجامعة. يعني فكرة الدراسة اصلا جت من الشغل. ايوه بالظبط كده، علشان ابدا. تمام. اعمل ترخيص للحضانة وكده. طبعا الفكرة كانت صعبة عليا، يعني ما بقتش مستوعبه ازاي هوفق بين البيت وبين العمل وبين الدراسه. ده كده بقت زوجه ايوه وام
والمفروض امرأة عاملة كمان المفروض ان انا هكمل بقى ودراسة، دراستي كان في دراسة. بالظبط. الفكرة كانت صعبة في الاول، تمام. بس بصراحة يعني انا بشكر، انتهز بقى الفرصة واشكر زوجي جدا جدا اللي وقف جنبي ودعمني ماديا ومعنويا تمام. حقيقي يعني. واحنا كمان مكاننا هنا في الحياة كفاح، بنشكره جدا جدا يعني ان هو فعلا ساعدها في حاجات كتيرة. دي حقيقة. وبقى يوديني بقى بالولاد يعني، يوديني المحاضرات ويستناني ويرجع بيا، فبصراحة بفضله يعني هو اللي وصلني الحمد لله اللي أنا الحمد عايزاه لفضل يعني. ربنا الأول الحمد ثم لله، لحضرته ونعم طبعا. بالله، ونعم بالله. طيب هرجع لحضرتك تاني. اتفضلي يا حبيبتي. أستاذة شيماء، عرفينا بنفسك أكتر، علشان أستاذة ميرفت خدتنا كده في كام حتة كفاح، بس عايزين بقى نتعرف عليكي أكتر، وقولي لنا إيه الدنيا عندك. أنا شيماء عبد السلام طاحون، خريجة تجارة جامعة الأزهر، إدارة أعمال بتقدير عام جيد جدا، وكنت التانية على الدفعة، بسم الله ما شاء الله. وكان المفروض إن أنا أتعين معيدة في الجامعة يعني، بس طبعا اتخطبت وسافرت على طول السعودية. تمام. فأنا يعني طب الهواية احنا عندي، مداخلة معانا سيادة المستشار صبحي صدزيق، رئيس أيوه محكمة استئناف بني سويف. أهلا ألو، وسهلا. أيوه السلام عليكم. صباح الله وبركاته. ازي حضرتك يا ازيك يا فندم؟ فندم؟ الله يبارك فيك. منورنا في الحياة كفاح النهاردة، الله يبارك فيك يا وكمان أستاذة ميرفت كمان منورانا. الله يبارك فيك. ده إيه، نور. هي لسه دلوقتي مقدمة حضرتك الشكر على الهوا، واحنا كمان من برنامجنا الحياة كفاح بنقدم حضرتك الشكر. الله يبارك فيك على ايه ده. هي عندها طموح كبير، ودايما كده من اول الجواز هي عندها طموح في التعليم وفي الشغل وفي كل حاجة. هي كمان قالت ان حضرتك ساعدتها ان هي كمان يعني تم الزواج، كانت لسه ما خدتش الثانوية العامة. ايوه طبعا. فحضرتك ساعدتها، خدت الثانوية العامة وبعدين اشتغلت وبعدين كمان كملت دراسة. الحمد لله. ده هي من هي كان اولادها بدأوا يكبروا، فقالت لازم اكمل دراسة. قلت لها ماشي انا معاك. حتى كان اخر يعني في بداية الدراسة كان الطفل الاخير كان بيرضى، كان عنده سنتين كده، كنت بروح كان بيخش لها المدرجات. ده بيخش المدرجات دي عشان يرضع بقى سنتين. والله ربنا يبارك لك ويجازيك خير، ويا ريت كل الرجاله سامعيننا وشايفيننا دلوقتي يعني، يا ريت يبقى حضرتك كده نموذج قدامهم، نموذج نجاح فعلا. وحضرتك كافحت انت وحضرتك واستاذه ميرفت لغايه ما وصلتوا للنجاح ده. هي قصه كفاح هي فعلا بالنسبه لها، لانها كان عندها 5 اولاد وقدرت تكمل تعليمها. ثانيا لما قالت الشغل، طبعا ظروفنا وظروف عملنا ما يسمحش انها بقى، حتى خدت ليسانس حقوق، فما قلت لها لا، قالت اعمل رخصت الحضانه اللي في المبنى عندي فعلا في البلد. قصه كفاح. احنا النهارده كمان عنوان حلقتنا النهارده قصه كفاح. تمام. لا هي نموذج الحمد لله كويس، وهي عندها اراده قويه، وباي صعاب بتتحملها في حين انها توصل لهدفها يعني. الحمد لله. الحمد لله. احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده معانا من خلال المداخله التليفونيه. المستشار صبحي صديق، رئيس محكمه استئناف بني سويف، شكرا لحضرتك. نرجع تاني استاذه شيماء. صراحه انا مبسوطه من عمو ان اتصل صراحه يعني. ربنا ربنا يجازيك. واحنا كمان مبسوطين بيه النهارده في الحياه كفاح. فعلا احنا مبسوطين بكل النجاحات دي، ان هم فعلا كافحوا مع بعض لغايه ما وصلوا للنجاح ده. هو فعلا زي ما حضرتك قلتي في الاول، ورا كل امراه عظيمه رجل عظيم. هو فعلا برضو ورا عندنا كل برضو رجل عظيم امراه عظيمه. اكيد كلنا ورا عشان بعض بس يعني. ما تزعلش مننا النهارده ولا الرجاله يزعلوا. عايزين توازن النهارده في الحلقه. ايوه استاذه شيماء كملي لي. هو انا كان المفروض اشتغل على طول في الجامعه، اتعين معيده في الجامعه بما اني من الاوائل الدفعه يعني. تمام. بس انا سافرت على طول السعوديه، انت اتزوجت على طول يعني بعد ما اتخرجت على طول. فاول ما رحت السعوديه طبعا فضى يعني ان انا اقعد لوحدي وكده. تمام. رحت قدمت في دار تحفيظ قران، اساس انا راجع القران، لقيتهم خدوني عينوني شغلوني يعني. اول ما رحت شغلوني خير. ان انا مدرسه ادرس اللي هناك وكده، وعملوا لي دورات بقى تدريس اطفال، ويعني صراحه اهتموا بيها جدا يعني. فبقيت من ان انا مدرسه لمشرفه لمديره الموضوع. اترقيتي ده اترقيتي في عملك. الحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الاداره هناك في السعوديه يعني. ونعم بالله. قلتي لي قبل الهوا ان انت يوتيوبر. أيوة. عندك قناه على اليوتيوب. ايوه. فكره القناه هنعرفها بس بعد ما نشوف استاذه غاده. اسمك جميل، غاده رجب. تحيه بقى للفنانه غاده رجب يا جماعه النهارده من خلال الحياه كفاح. وعرفينا بقى بنفسك وعرفي الساده المشاهدين اكتر. انا غدا رجب علي ابو بكر ابو شويل، قريه مترهينه مركز البدرشين، خريجه اداب جغرافيا جامعه عين شمس كليه البنات. انا خريجه 2020 وفي مجال الحضانات من بعد ثانويه عامه.
يعني انت اشتغلتي بعد ما خدتي ثانويه عامه اشتغلتي على طول؟ بعد الثانويه عامه مباشره اتعرفت على طنط كانت عندها حضانتنا جنبي في المكان، فاشتغلت تقريبا معاها سنه، فالحمد لله يعني ان انا حبيت المجال جدا، والحمد لله يعني حققت يعني حبيت الاطفال وحبيت الموضوع جدا. يعني انت وانت بتدرسي؟ انا كنت طالبه وبدرس. وانت بتدرسي بتشتغلي؟ بسم الله ما شاء الله عليك. بعدين طنط نقلت اكتوبر فقالت لي ان هي هتفتح، وانا الحمد لله كنت مجتهده معاها جدا، فقالت لي ان انت هتكوني معايا وشركتي في الحضانه وكده، فطبعا بابا دعمني جدا ووافق، والحمد لله بقت معايا وحققت. هي كمان قالت لي الكلام ده قبل الهوا. قالت لي ان استاذه شيماء واستاذه غاده دول هم اصلا اخواتها واولادها وحبايبها، وهم كمان يعني شاركوها في قصتها، في قصه الكفاح بتاعتها والنجاح اللي وصلت بيه الحضانه دلوقتي، حضانه الايمان. انا بشكركم فعلا على نجاحكم ده وكفاحكم، انتوا كفحتوا لما حصل النجاح، كانت نتيجته النجاح. ارجع للاستاذه ميرفة تاني. الحضانه بقى، علشان انا دلوقتي اعمل حضانه، يعني كزينب او اي حد بيسمعنا دلوقتي عايز يعمل حضانه، ايه الشروط بتتوافر في اللي عايز يفتح حضانه وعايز يعمل حضانه؟ تمام. هو لابد من توافر طبعا عدة شروط، أهمها إن لازم الشخص أساسا يكون حابب المجال، يعني يكون حابب مجال التعامل مع الأطفال، يكون بيحب الأطفال جدا. بعد كده يكون عنده طبعا صبر. يعني أستاذ سحر معانا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا أستاذ الدين. عاملة إيه يا أستاذ سحر؟ الحمد لله حبيبتي. في الاول احب اشكر اسره برنامج قصه كفاح، برنامج جميل فعلا. الحياه كفاح، هي عنوان الحلقه قصه كفاح، لكن البرنامج الحياه كفاح. الحياه كفاح. كلنا بنكافح يا استاذه سحر. اتفضلي. الو، اتفضلي مع حضرتك. ايوه مع حضرتك. اتمنى للجميع النجاح والتوفيق. اشكر البرنامج جدا على استضافته الجميله لمتنازله، ربنا يحفظها. ربنا يبارك في حضرتك. والله انا من غير مجامله يعني حقيقه من واقع عملي كمدرسه بحب اشكرها جدا على مجهودها الرائع في اداره حضانه الايمان، الحقيقه بتعتبر نموذج مشرف لادارتها، نموذج تربيه وتعليم. تمام. حضرتك عارفه يعني ده من الواقع، احنا في المدرسه كنا بنتناقش انا وزملائي على اختيار الاولاد اللي جايين من حضانه الايمان بالفعل. تمام. لانهم بصراحه كانوا بيقولوا ما شاء الله قراءه وكتابه وجمع وطرح، ده جانب التقويم السلوكي للطفل، ودي حاجه مهمه جدا. الطفل بيجي لنا ما شاء الله عنده اخلاقيات وسلوكيات جميله، احنا بدورنا كمعلمين بننميه بعدين. فكل التوفيق. ما دي اول خطوه، يعني هي اصلا الحضانه او اللي قبل المدرسه دي اول خطوه اصلا في بناء شخصيه الطفل، فدي مرحله مهمه جدا قبل مرحله المدرسه كمان. حقيقة انا مع حضرتك فعلا، يعني الاولاد الاطفال بيجوا من حضانه الايمان بصراحه سلوكيات جميله، اخلاقيات جميله، الى جانب القراءه والكتابه، حاجه دي بتريحنا كمعلمين في المدرسه. شهاده نعتز بها. بسم الله ما شاء الله. اتمنى لها الصحه والتوفيق ليها ولكل العاملين بالحضانه. اخص بالذكر البنوته الجميله مس غاده. هي مشرفانا النهارده مس غاده رجب. جميله ولطيفه فعلا وبتحب عملها باخلاص. استخلص ليه جدا هي وكل العاملين في الحضانه، فما انساش حد بصراحه. واحنا كمان بنشكرك على مداخلتك معانا النهارده، وبنشكرك على وجودك معانا في الحياه كفاح. شكرا يا استاذه سحر. كملي. طبعا لازم الشخص اللي في دماغه يعمل حضانه لازم يتحلى بالصبر طبعا جامد. كمان ما يكونش هدفه الاول والاساسي الناحيه الماديه. هو طبعا اللي بيبقى عايز يعمل مشروع بيبقى طبعا من ضمن اهدافه انه يحقق ربح، ده ما فيش مشكله، لكن ما يكونش الهدف الاساسي. ندي مثال مثلا زي جائحه كورونا اللي كانت موجوده دي هنجيلها، بس معانا الصور دلوقتي زمايلنا في الكنترول جهزوها. تمام. فنشوف الصور وان حضرتك هتعلقي عليا يا استاذه ميرفة. اوكي. هدي مع الاطفال بقى. عيد ميلاد غاده. عيد ميلادي ده. ده كان عيد ميلاد مس غاده. كتاكيتنا بقى بتعليم القراءه والكتابه وكده. تمام. ده حذيفه 3 سنين. تمام ما شاء الله. اسيا
دول توأم عندنا ما شاء الله تبارك الله عليهم يعني. ربنا يخلي يوسف يوسف. طب على قولنا بصوت عالي. طيب يعني هم طبعا هم اللي بيتعاملوا بقى مع صراحة كل طفل في الحضانه له ذكرى معانا. يوسف ده بحبك يا مس غاده يعني اكتر حد. ده بحبك يا مس غاده هو كده في الحضانه بحبك يا مس غاده. ومين نوريا وعاليه ما شاء الله يعني بنات عسرات خالص ربنا يبارك فيهم يا رب. اللهم امين. وده السكرينات بقى الناس بتشكر في ده رد الفعل. انا شفته وعجبني جدا يعني ناس بتشكر مثلا مس شيماء بالاسم مس غاده بالاسم. ده بقى شكل الحضانه بتاعتنا الكلاسات وكده عندنا 3 كلاسز يعني تعليميه اكاديميه تمام وعندنا جاردن برضو للعب وكده تمام. طبعا سكرينات من على الفيس وعلى الواتساب ده ردود يعني. افعال جميله جدا يعني انا قريتها كلها بصراحه وعجبتني فعلا. الحمد لله الحمد لله شغلنا هذا يعني. بقى مع مس غاده بقى بتلعب مع الاطفال. ماشي يا مس غاده حاجه جميله بصراحه. الحبايب بقى ده اطفالنا انشطه بقى طبخ وكده معانا كل يوم خميس يعني في الشهر الخميس اخر في الشهر بنعمل طبخ وكده تمام. في 6 اكتوبر عمر حبيبي ما شاء الله ربنا يبارك عندنا في الحضانه من الاطفال القدام يعني ده بقى مس ميرفت بقى مع الكتاكيت. مس ميرفت دي حفله راس السنه اللي فاتت. ما طبعا في كورونا مفيش تجمعات دي. بنلتزم احنا في الحضانه برضو يعني قدر الامكان برضو بالاحترازات الاحتياطات الاحترازيه وكده بس طبعا كاطفال بيتعاملوا مع بعض بنعقم ونستخدم برضو المعقمات وكده. احنا كده شفنا الصور دلوقتي هنرجع استاذه ميرفت تاني. طيب اوكي معانا مداخله تليفونيه الحاج منتصر. الو ايوه يا فندم السلام عليكم ازي حضرتك. اهلا اهلا يا فندم ازي حضرتك نورتنا في الحياه كفاح النهارده. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضلي حضرتك. تحياتي للاستاذه ميرفت الشيخ وتحياتي للاستوديو والبرنامج ويعني في شخصيات معينه بتسيب اثر في الحياه وبتعمل شيء كويس جدا وفي سيدات بتبقى متفوقات منهم الاستاذه ميرفت الشيخ اللي احنا سعداء بيها وبنفخر بيها انها من قلب الشيخ فهي من الناس اللي سابت بصمه جميله جدا و يعني ليها قصه كفاح فعلا. هم منورينا النهارده في الحياه كفاح عشان كل واحده فيهم تحكي لنا قصه كفاحها. طبعا طبعا يا فندم وهي قصه جميله وقصه يعني لازم تتحكي عشان الاجيال الجديده تتعلم منها. تمام لأنها لازم. سيده تستحق كل تقدير واحترام. وانا بوجه لها الشكر للمكانه اللي هي فيها. وهي تستحق اكتر من كده بكتير يا فندم. شكرا يا استاذ منتصر. ربنا يبارك في حضرتك واحنا كمان بنشكرك ونقدم لك كل التحيه والشكر على وجودك النهارده معانا في الحياه كفاح، شكرا لحضرتك. طيب جائحه كورونا. ايوه. لما جت الجائحه دي طبعا كلنا بلا استثناء احنا خفنا على اولادنا. ايوه طبعا. يعني بقى كل المراحل سواء بقى كانت حضانه او ابتدائي اعدادي حتى اللي في الجامعه كانت والدتي تقول له اقعد او مثلا والد أيوة اي واحده مثلا بنوته حتى طبيعي لا اقعدي بنت او ولد لانه طبيعي لانه انا بقول الشخص بقى لو هدفه الاساسي حته الماده دي او انه هو يحقق ربح فقط في حضانات كتير قفلت في الوقت ده صحيح لان ما كانش عندهم الصبر ان هم يعني ما كانش مثلا الهدف الاول ان هم ايه يطلعوا مثلا اجيال او يعلموا او يعني ان دي مثلا حاجه اساسيه لابد الاستمرار فيها مهما كانت الظروف فطبعا الحمد طيب لله طيب ولو كان هدفه الربح وجه قفل في كورونا فشكرا على كده بالظبط لكن لازم يبقى هو اصلا عنده رساله في الاول وعايز بالزبط يقدمها بالظبط لازم يبقى هو محب اصلا للاطفال زي ما حضرتك قلتي في الاول ايوه تمام تمام بس ويكون عنده كمان مرونه في التعامل مع الجمهور لان طبعا التعامل مع الجمهور ما بيبقاش سهل اكيد انت صعب جدا في يعني احيانا بيبقى فيه قرارات ان انت مثلا ايه ما بترضيش جميع الاطراف فبيبقى الى حد ما الشخص لازم يتميز بالمرونه بدون برضو ايه يعني هي الشده بتبقى مطلوبه في مواقف معينه اكيد في التعامل الشده مطلوبه والمرونه مطلوبه بالظبط بيبقى كل حاجه بيبقى ليها تمام مكانها. ارجع لمس شيماء
كملي لي، قلتي لي عندك قناه يوتيوب. هو على ذكر المرونه بس عايزه اعلق على كلام طنط، اتفضلي. لان كان في حد مرن معاهم وخلاهم يستمروا، يعني الدكتوره ليلى مثلا اللي هي صاحبه الحضانه كان لها الفضل بعد الله عز وجل، وقفت جنبهم، نقصت في الايجار شويه، صبرت عليهم، فبالتالي كملت وبالتالي كملنا. اكيد اكيد في ناس كتير ورا النجاح او النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. اكيد بس ما لم يشكر الناس لم يشكر الله، فمن باب الشكر برضو يعني نشكرها على الهوا كده. قناتك على اليوتيوب اسمها ايه؟ ميدو في الفيروسان فور. دي فكرتها جت ازاي؟ والله انا بعد كورونا لما جت في السعوديه طبعا وقف الحال خالص يعني، تمام. فانا طبعا كان حضانتي في السعوديه، كان عندي حضانه بس كانت في بيتي، يعني كانت حضانه كبيره. يعني بعد ما اشتغلتي تحفيظ قران وترقيتي بسم الله ما شاء الله في عملك. لا ده في مراحل كتيره بقى في حضانه في منزلك يعني. انا اشتغلت الاول في مدرسه ولادي هناك، يعني انا كل ما اروح مكان بفضل الله يعني ياخدوني اشتغل على طول. الحمد لله. دي حاجه كويسه مش شايلاه. سحبوني كده اشتغلت، ومن قصه الكفاح بتاعتي ان انا كنت حامل في ابني الصغير ده اللي هو عنده 5 سنين دلوقتي، وفي الشهر التاسع، وكان زملاتي في المدرسه دي يقولوا لي خلاص روح ولادي يعني خلاص كفايه، يعني قبل ما اولد بيوم كنت بدرس يعني. والله قبل ما اولد في يوم فعلا كنت بدرس، سبحان الله. بس هي هوايه ما شاء الله، هي هوايه يعني ومحبه يعني ليس اكثر يعني. جيت بعد اللي كده بيحب اصلا اي حاجه في الدنيا بينجح فيها. حبيتي بيتك أكيد. بتنجحي فيه، حبيتي جوزك بتنجحي في علاقتك معاه، حبيتي ولادك، حبيتي شغلك، دراستك، اللي بيحب حاجه بينجح فيها فعلا. اكيد وبيتقنوا كمان يعني الفضل لله. بعد كده فتحت حضانه يعني كبيره الحمد لله سمعتها في السعوديه الى الان مستمره برضو. تحت اشرافنا يعني. ففضل الله جيت بقى خلاص وقفت موضوع الكورونا دوت، وزوجي سافر يعني ليبيا وسابني انا والولاد هناك. فاضطريت بقى ايه استغل بقى فرصه، يعني عارفه ايام الشغل بكون شويه مشغولين عن ولادنا، فانا حبيت بقى اهتم بولادي زياده. عملت اليوتيوب صح؟ عندي ابني الصغير ده من ميدو. كورونا ميدو ده هو اسم القناه. التقليد بقى حضرتك قلت انت بتقلدي. ايوه انا استعملت بقى البابي شو بقى في القناه بتاعتي، تمام. عشان الاطفال ولادي عندي في الحضانه. اتفضلي بس بسرعه عشان احنا معانا 3 دقايق. ماشي. اتفضلي. ازيك يا استاذه زينب؟ الحمد لله. عامله ايه؟ صراحة أنا مبسوطة جدا جدا إن طلعت في شجرة التفاح النهاردة. يا حبيبتي شجرة التفاح إيه في الفيلا؟ شجرة التفاح إيه في الفيلا؟ ما إحنا قلنا الحياة كفاح. معلش بقى يا ميس شيماء، أنا مبسوطة قوي ومخجلانة من الهوا صراحة يعني. أنا بحبكم قوي 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 قوي. لا شكرا. ما تخجليش ما تخجليش. لا أنا في الفيلا طبعا ما بخجلش، أنا عارفة. جميل. والله شكرا. إيه طب شكرا. لا حاجة كويسة جدا. طب كان في حاجة تاني حضرتك قلتي لي عليها بتألفي. هو انا موضوع التاليف، انا موضوع التاليف عندي من وانا صغيره اصلا، يعني من وانا صغيره جدا جدا من في ابتدائي يعني. سبحان الله. بس ما كنتش بكتب دايما الحاجات اللي بالفها يعني. جيت بعد كده اي حاجه بقى استغلها الف عليها، وطبعا مجال شغلي محتاج الموضوع ده، بطور نفسي من خلال شغلي في الحضانه وكده. فحتى حضانه الايمان الفت لها اغنيه يعني اقولها. اتفضلي. رايح فين يا صغير حضانه الايمان، اتعلم واتنور واحفظ القران، اجري فيها والعب بكل امان، اتنطط والعب بهدوء واطمئنان. لا برافو. شكرا. غدا رجب، مس غاده بحبك يا مس غاده. علاقتك بالاطفال جميله جدا. اول ما جت صوره واحنا بنعرض الصور قلت لي ده بيقول انا بحب مس غاده، هو شعاره كده طول اليوم في الحضانه بحبك يا مس غاده. انت مثلا مش ام لسه صغيره صح يعني؟ انا لسه خريجه السنه. طب حته بقى الاطفال والتعامل معاهم وطول بالك عليهم وصبرك عليهم، انا الحمد لله. دي جت ازاي؟ انت اصلا بتحبي الاطفال؟ انا بحب الاطفال جدا. هو بصراحه سبب طنط يعني، هي السبب الرئيسي في موضوع الحضانه، ان انا احب الحضانه وان انا اكمل، وان انا عندي صبر الحمد لله كتير جدا. فاي طفل بيجي الحضانه يجي يقدم يعني بيكون ماسك في مامته، لان هو طبيعي اول مره ينزل حضانه. في دقيقه عشان احنا خلاص كده. تمام. اتفضلي. فانا الحمد لله عندي الموهبه ان هو بيجي لي مامته بتستغرب يعني، هم الاطفال بيحبوكي. يعني هو بيكون جاي لسه اول يوم ليه في الحضانه. لو حاولت تمشي بعيط ورا غدا. بيعيطوا عليك. ايوه في طفل عمل مشكله عشان خرجت. بسم الله ما شاء الله. فيعني هم الاطفال احباب الله يعني. انا النهارده كنت مبسوطه جدا بوجودكم معايا، استاذه ميرفت واستاذه شيماء واستاذه غاده. فعلا نموذج للست المصريه المكافحه، وكمان حتى فتاه مصريه برضو يعني. استاذه غاده برضو فتاه بس برضو مكافحه، كانت بتدرس وبتشتغل في وقت واحد. عندنا الاستاذه ميرفت عملت حاجات كتيره قوي،
فانا فعلا بشكر استاذه ميرفت وبشكر استاذه شيماء وبشكر استاذه غاده مره تاني وبشكر استاذه المشاهدين على حسن المتابعه. على لقاء ان شاء الله، على وعد باللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الحياه كفاح. السلام عليكم.